انا شعرانة نلعب رجبي مع نادي فكات رجبي جمال. اخترت الرياضة هذه خاطر موش الناس الكل يلعبوا فيه الرجبي وموش البنات الكل يلعبوا فيه، كان الاولاد يلعبوا فيه، حبيت نجرب ونشوف السبور هذا كيفاش يلعبوا. نادي فتيات رجبي بجمال تأسس عام 2001، توا عندنا 200 طفلة مشاركة في الكلوب هذا من سونتر دي بروموسيون حتى كش السينيور. الرجبي خلاني مبدل برشا من افكاري ومبدل برشا من حياتي، خلاني عندي ثقه برشا في روحي بما انه نمارس في الرجبي كيف الاولاد، ما فماش حتى فرق ما بين طفله وطفل. حتى من قرايتي زاده بدلتها وبدات البرونش، ولات عندي افكار اخرى، ولات عندي طموحات اكثر، وليت قدوه لبرشا عباد وبرشا عباد يحبوا يتبعوني. لعبنا مرة ماتش في الكلوب نتاع نادي كادات رجبي بجمال، لعبنا كونترا أولاد، عاد من الأول هما خسر ماشي بالهم ولاد مش ربحونا، يا أخي احنا ربحناهم وخرجنا نضحكوا وخرجنا نفادلكوا مع بعضنا.